مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تيفي، قناة الشعب، قناة صوت لمن لا صوت له. اليوم كما كتعرفوا في لايف يعني اللي خاص مع اخ مصطفى تيك توكرز المعروف في مدينة الجديدة او في المغرب كامل كما غنقولوا، صاحب محتوى اغاني ديال الراب. مصطفى عنده واحد المحتوى اللي خاص كما غنقولوا، قدر تدخلوا تفرجوا فيه وغيبان لكم يعني المحتوى اللي غنقولوا حنايا بحال تقول كيمثل الشخصيه ديالو. ما كيديرش شي حوايج كما كنعرفوا حنا على بعض الفيديوهات اللي هما وسخوا الصوره ديال تيك توك، ولكن بطبيعه الحال كاينين الناس اللي كيديروا واحد المحتوى اللي زوين بطبيعه الحال. كما نخليكم مصطفى انه يشرح لكم ونهضروا في الموضوع مزيان ونطرقوا لبزاف المواضيع بالمناسبه ديال هذا البث المباشر. السلام عليكم الاخوان، بخير. قناه شوف تي في، قناه اللي كتوصل الصوت ديال الناس، وكنشكر السي اللي دار مصطفى. عرفنا عليك هو الاول، كيفاش داير الشخصيه ديال مصطفى كما نقولوا، حيت بزاف مبدله ما بين التيك توك والتيك توك الواقع. المهم انا مصطفى بن دامي، كبرت في وسط واحد العائله مربي، والديا ما كبرتش معاهم، ما حاطيني في حالة المدنية. المهم قريت حتى للسانكيام، كدير ايكونومي، وقع لي واحد المشكل وكنت شديت. المهم عقلت طيش، وما كننصح الدراري انهم في البيريور اللي يكون في سن المراهقة والوالدين انهم يلتجئوا لولادهم بزاف، وما يخليهمش يمشيو للطريق الخايبة والدراري الخايبين. نوصي الدراري انهم ما يلتجئوش للبلية ويمشي تريني. شوف الحاله ديالنا حنا كي دايره هنا، تعطيك عبره ان اللي كيبان لك بحالو كو فرحان انه راه ميت لي القلب، حيت الواقع ماشي هما المواقع. اللي كيبان لك انه في المواقع زعما الضرابي وتخرج ويسهر ويدور، هذاك الشيء ما منوش. اللي منو انك تقرا تريني تبع دير شي حاجه انت كتعجبك في حياتك، وما تسوقش لبنادم، حيت بنادم واخا غادي ديرها زوينه ولا خايبه غيبقى يدويفك غيدويفك. ما علينا، انا كنت شديت ضربت واحد المده ديال السجن، عندي جوج شدات، كنت شديت على الويدات وضربت شهر وخرج، ودرت رد الاعتبار. الحمد لله بلادنا زينه، ما حنا اللي ما عطيناش صراحه هذا الشيء، ملي ما كت فاقد الشيء لا يعطي، حنا اللي ما عطيناش البلاد، باش غنقولوا للبلاد حنا ما عطاتناش، حنا اللي ما عطيناش. شكون كملت قرايتي ومتبعتي واحد الطريق مع الدراري ورفقاء السوء، ما كنتش غنوصل لهذا الشيء. ما درت رد الاعتبار. تيك توك بديت في 2019، باقي عاقل عليها، باقي ديك الساعه شويه طايش. مي كيفاش مصطفى من كيما نقولوا من واحد الشخصيه فامضه للعالم ديال تيك توك، تلقى راسو فجاه في واحد واش نقول لك اخويا؟ اش نقول لك اخويا؟ انا بديت تيك توك في 2019 وبقيت مضارب معاه شحال، انا واحد الدري مريحين بحال هكا ويقول لي مصطفى انت عندك مع الاغاني الراب ام سي كريزي هادي، دير تيك توك. بديت بتليفونات عاديين، مضارب مقاشر مع الوقت عادي، الكونت الاول الثاني الثالث، الحمد لله سهل الله في هذا الكونت، وبديت المسيره ديالي. وكندير غره، كندير كلاشات ام سي كريزي، انا بالخصوص عزيز عليا ام سي كريزي، ومن هذا المنبر كنوجه لي واحد التحيه اللي بزاف والله. ومنيش انا نتلاقى معاه، حيت فايت ملاقي معاه في واحد البلاصه، ولكن نتلاقى معاه فاس ندير معاه شي فيديو ولا شي حاجه. بديت شويه بشويه تنحط كلاشات، تندير مورون ندير ولكن اكثر هي ام سي كريزي، حيت هذيك الاغاني اللي كيغنيهم عشتهم في الواقع، شي كذوب ولا هذاك الشيء عشناه، ديال لا من الغدار لا من الصحاب لا من البليه لا من الحبس ولا شي حاجه. المهم داك الشيء عشناه، اللي كنوصل به ميساجات انني كنحط شي فيديو في شي كلاش على يا العشرين يا الدنيا، يا الفيديو اللي كنحطو كيكون بنادم راه ضروري غيكون عايش فيه هذاك شي، عنده شي حاجه في هذاك الديسك. بديت شويه بشويه الحمد لله، وانا غادي في طاب غي طاب، كنتمنى ان شاء الله نوصل شي حاجه زوينه. وانا درت تيك توك وعرفني على ناس زوينين، وليت كنخرج كيشوفوني ناس زوينين، تعرفت على ناس داخل البلاد وخارج البلاد، وتحيه لكاع الناس اللي وقفات معايا ودعمتني لا ماديا لا معنويا لا شفويا. والله وتيك توك واحد الحاجه اللي بنادم يتبع غير محتوى زوين، انه ما تنسطحوش، مع الحمد لله ما تنسطحش فيها، كندير الراب
غيدخل يتفرج في الكونت ديالي غيلقى غير الراب، غيلقى ام سي كريزي سبعاتون، يلقى شي دويسكات ديال البلال، يلقى المورو، وما كاينش تخسر الهضره عليه فاش كنديرو تخسر الهضره. ولكن من ناحيه الراب، حيت الراب هو تخسر الهضره، حيت تخسر الهضره هو اللي كيوصل، هو الراب باش كتوصل واحد الميساج. واللي كنصح به انا اصلا فاش درت تيك توك هربت على العالم ديال الظلمات، بحال خرجت واحد العالم ديال النور، فهمتي؟ العينين تحلوا ليا نهار بديت تيك توك بواحد البليه اللي نقول لكم اكثر من البليه ديال الادمان. تيك توك ولا لي واحد البليه انني وليت كنفكر قبل ما ندير شي حاجه ولا نمشي لشي جماعه ولا تبان لي شي مضاربه ولا شي حاجه، كنفكر كنقول انا دخلت لذاك الشيء راه نقدر ندخل في شي مونتي، ندخل في شي لعيبه هادي. غنولي بعدت على ايفيتيت هذوك الصحاب الخايبين، ايفيتيت شحال من حاجه خايبه، بارطاجيت مع الدراري الوراق ديال حسن السيره، فهمتي؟ كتبارطاجي معاهم شحال من حاجه، والتيك توك كيعرفك على ناس زوينين كيحبوك، لا من المغرب لا خارج المغرب. وتحياتي للناس الجاليه المغربيه، الالمان، ايطاليا، اسبانيا، تحيه الناس اللي في الخليج، بحرين، الامارات، المهم الناس زوينه. والدراري ننصح واحد من القلب اللي عنده شي حاجه وكيفكر انه يديرها وكيقول لا راه ما غنديرهاش، غير بدافع، غير هو تكون هذيك الحاجه زوينه وتكون فهمتي غادي توصل واحد الفكره للناس، وتكون نصيحه حتى للشباب. وما تخليش بنادم، حيت الا بان لك بنادم لا تيك توك، حيت شحال من واحد كيقول لك لا تيك توك كيديروا كيشطحوا فيه كيديروا هادي، انت ما تسوقش هذاك الشيء، حيت بنادم الا ما وصلش لواحد الحاجه راه ما غيقدش لها، حيت كاين اللي عنده المؤهلات ولكن ما عندوش الكاريزما باش غيدير تيك توك، راه كاين اللي عنده شحال من حاجه ولكن ما عندوش الكاريزما باش غيدير. انا بديت فيديوهات بملايا، فيديو اول فيديو تشارت به هو هذا، اول فيديوهات بديت بهم وباقي ما درتش هذا الايفون هذا، الناس تعاونوا معايا، اول فيديو بديت به هو هذا. بلاتي يطلع هنايا هو هذا ديال ام سي كريزي، وهذا مصوره غير بمرايا، قسما بالله الا حط تليفون بحال هكا وحط المرايا حدا الشرجم وبديتو صافي، بديت شويه بشويه ويطلع لي الكونت، بديت كنطلق لايفات، دخلوا عندي ناس تعاونوا معايا، شريت موطور باش غندير ليفرور، ما علينا ما سالش الله، عطيت نوامر باش غادي نخدم ليفرور، مي ما تواصل معايا حتى شي واحد، وبقيت غادي في هذا المنهج، غادي كندير دويسكات ديال الراب، كنحط دويسكات انني بحال انا اللي مغنيهم، وكنجسد الاغاني، الا دخلتي وتفرجتي فيا راه غتلقى الاغاني انني بحال انا اللي مغنيها، انا نقدر نكون ماشي ولكن نقدر نكون انا اللي مغنيها احسن، ماشي بحال مولاه ولكن اكثر من مولاه وما عرفش يجسد هذيك الاغنيه ووصل الميساج للدراري باش يعرفوا هذيك الاغنيه. وشحال من اغنيه درتها والدراري تفاعلوا معاها ودخلوا يقلبوا على ديك مولا ديك الاغنيه، شحال كانت ما معروفاش بزاف، ولكن تدخلوا عند الكونت كيتفرجوا فيها، كيولوا يسولوني اسميه الديسك سميت هذيك، كيدخلوا يتفرجوا فيها. بديت شويه غادي درجه درجه، واللي ننصح به انني دراري ما تبقاوش تشوفوا شي واحد مضروب كله الظروف ديالو وكله كيعاش وكله كيكبر، راه شحال من زباله ولات شحال من زباله ولات جامع، وشحال من شوكه ولات ورده، فهمتيني؟ بديت شويه بشويه وكنتمني ان شاء الله نوصل لشي حاجه زوينه، وحتى انا ندير شي حاجه زوينه في الحياه، ودوك الدراري اللي كيبانوا لي مبليين وهادي نحاول يبعدوا على البليات. الدراري راه ما خداماش، راه ضل نبقى نقول لكم راه ما خداماش، الا جيت وريتك انا حالتي راه غتصدم، فهمتيني؟ ما خدامش داك الشيء انك تمشي تخرج الدور تصور في بار ولا تصور في قهوه ولا معاك دريه ولا انني نوض ندي ديال بنادم باش نلبس ولا داك الشيء ما خدامش. تبع القرايه ديالك، تبع الا كنتي خرجتي من القرايه تبع واحد الصنعه مع حدك صغير، حيت باقى الوقت، الحياه لافي كونتيني، راه الحياه تستمر، راه ما ماشي تكون ود الفكره انك قال لك عقلك لا صافي. مثلا شي واحد نقولوا في حالي انني قال ضارب الحبس وصافي، ضربت الحبس وخرجت وضربت راسي قلت صافي الحياه سالات،
صافي انني ضربت الحبس لفان ديال الدنيا وصلنا لا ما تكونش ولد الفكر عقلك قال لك صافي الدنيا فنات الدنيا فلات لا نبدل الا بدلت العقل ديالي وبدلت لونتوراج اللي انا عايش فيه وبدلت هذوك الصحاب اللي كنت انا معاشر معاهم وبديت كنعزل وكنغربل فيهم واحد بواحد كنغربل هذا ونغربل هذا ونغربل هذا ونعرف حاجه الدنيا راه ماشي انا قدر الحبس راه الحبس هو هذا راه كتلاقى شحال من وجه فهمتيني وخاصك تعرف مع من تعاشر وتعرف مع من تقول السر ديالك وتعرف مع من تهضر حيت انا حتى انا كنت بروال وكنت نقول انا غندير وانا غندير ولكن باش فقت لقيت هذاك الشيء ما خدامش ونصحكم انكم رضات الوالدين هي اول حاجه والله يسمح لينا من الوالدين كرفصناهم وتعذبوا معانا ولكن بنادم يحاول يبعد على الطريق الخايبه ابعد ما كان فهمتيني وخصوصا الصحاب شان الصاحب اللي غادي يجي عيط ليا الو فينك غنمشي نجيبو هادي نجيبو حبه نجيبو قرعه عندي رود حتى انا ما ندويش معاه هنايا ما نعمروش نمشي نبعد منه النمرتي نبدل هذاك الشيء نمشي نتريني ما حدي صغير باقي الحياه قدامك عمر حيت كنشوف اخويا انا دابا شي دراري مازال صغار صاحبي مازال صغير صاحبي واش دري صغير عنده 15 عام 14 عام كيتقرقب صاحبي راه ما يمكنش وكيقول لك لا صافي الدنيا سالات لا صاحبي واش انا كيضرني راسي اخويا انا ملي كنشوف دري صغير وبالخصوص ولا هاد الفاني ديال دابا هاد الفاني خصوصا ديال دابا الخوت كنوجه هاد الرساله للمغرب كامل والدراري كامل هاد الفاني دا خوتي ديال دابا راه كيخلي بنادم بحال الكل شي كيعض فشي راه كتشوف الدراري بحال الكلاب حاشاك اخويا شي باغي يعضف شي ماشي باغيين يضاربوا مع بعضياتهم تيقتلوا في بعضياتهم وما تانسبيراوش الدراري من شي روابا بلا ما نبدا نسمي فيهم ما تانسبيراش من الاغاني حيت هاد الواقع اللي كنعيشوه كيبان لك بنادم كدار مع واحد كيمشي يجيب لك خاليه بنادم كيتانسبيرا الدراري كيتانسبيراو من الاغاني وكنتمنى من شي روابا من هاد المنبر وانا بغا مني مزيان هاد الميساج بغيت نوصلو شي روابا يلا طالعين بلا ما غنسميش بدلوا الاغاني وموتيفيو الدراري على شي حاجه زوينه ما تبداش موتيفي الدري يبدا يتمزك وبدا يتمزك داك الشيء ديال انه يمشي يجيب خاليه يمشي بزنس يمشي يدير هذاك اخوتي الدراري هذيك الشيء راه اغنيه هو راه مغني فيديو كليب هذاك اللي شتي تشوفو راه في المواقع اما في الواقع راه ما كتكاش عايش هذاك الشيء باش غنوصل لكم هذا الميساج ما تبقاوش انسبيراو من الاغاني وحاولوا ان الاغنيه نسمعها هنايا ماشي غنسمعها نمشي نطبقها حيت ولاو الدراري كيسمع اغنيه كيبغي يطبقها في الواقع هذيك راه اغنيه اخويا حنا راه طبقناها نهار حليت لقيت عيني وسط ربعة الحيوط انا نهار حليت عيني يا خويا مني بدا الراب انا كنت مزك الراب يا ما الراب يا ما تسكوبو السبعاتون يا ما الراب يا الراب كنت انا ما نكذبش عليك كتقرقب كتخرج كدك ديال بنادم ديالو ولكن نهار صحيت لقيت انني راسي وسط الحبس وكنت كنقرا بيه خير انا كنت كنقرا بيه خير غير هو سير المراقبه مني وصلت للسانكيام كعارف الوالدين اللي ربوني الحمد لله على قد الحال ما عندناش وما خاصناش ولكن غير هو الدري ما حدو كيكبر وما هو حدو كيتزادوه المصاريف وليت انا باغي نشري كوبرا باغي نشرب سيرفيط وجات في هذيك البيريول ديال القيده ديال التشرميم انك خاصك تلبس وصافي مني الوالدين ما عندهمش وكاريين وعلى قد الحال وهادي التجت انني وليت كنخرج للسارق صافي ضربت المونتي في الاول تشديت ضربت فيه عطاوني عامين كنت باقي مينور عطاوني عامين حيدوا لي عام عقل صغر وما قال خرجت بومبيتي 10 ايام بحال هكاك جبتها بثلاث سنين ديال الحبس حيدوا لي عام ضربت عامين خرجت 2018 المهم 2018 خرجت زاغ لي زاغوا لي عيني وزاغوا لي رجلي ودرت شحال من حاجه ولكن الحمد لله حسيت ان ربي كيبغيني شتي فاش ربي كيبغيك راه كيبغيك بعات بديت كنبعد طابا غي طاب درجه درجه تنبعد من هنا نبعد من هنا ويجي واحد الدري من هنا مراد رقيبة ولد دربنا هو اللي دخلني للتيك توك قال لي مصطفى دير تيك توك وتخيلوا معايا الدراري فاش درت هذا الكونت هذا باش تعرف الحس ديال بنادم فاش درت هذا الكونت وتشهرت به الحمد لله وعرفوني ناس الى شحال من واحد قلب عليا وهذوك اللي قلبوا عليا كانوا صحابي هنا باش غتعرف اخويا وغنوصل لك صاحبي واحد الميساج انك فاش كيشوفك بنادم غادي في واحد الطريق مزيانه راه كيبغي يحطمك كيشوفك غادي كتبني في الحياه ديالك كتبني في لافي ديالك كتبني في المستقبل ديالك كيبغي يهيدمك
كيبغي يطيحك. انا تندير دابا تشيك او كيبداو عليا لا انت كطلب في اللايفات هادي هذاك. شوف ما الحياه سي مون نافي سي با طون نافي ديال شي واحد، هادي مون نافي ندير اللي بغيت. حيت حنا علاش الكور كتلقاهم عايشين واحد الحياه زوينه، انه بنادم تلقى كاوري كيدوز حياته، نعطيك واحد 40 عام كيدوز اشراب وبليا وهادي وما عرفت شنو، ولكن كيجي واحد النهار كيفايق هو كيدير شونج ديال الحياه ديالو، كيشونجيها راسا على عقب وكيتبدل حياته وكيولي غادي زي القدام. فهمتيني؟ عمرك تقول انني لا صافي سالات الدنيا ضربت الحبس ولا لا، الدنيا ولا البلاد ما عاطيهانيش. الحمد لله البلاد بخير، حنا عايشين بخير. انا كون ما كانوا وتحيه للمخزن من هنايا، تحيه للشرطه وتحيه للحموش، حيت كون ما كانش المخزن اخوتي وكون ما كانوش كون ما كانش البلاد فيها الامان، والله خويا هاد التليفون ولا هاد الكاسك راه ما غاتهزوش. اباش تعرف اش بنادم راه غيطغى، فهمتيني؟ وتبع واحد الحاجه اللي غنقولها لك، تبع الطريق الزوينه، شي صاحب اللي كتحس به كيديك لشي حوايج خايبين، ولا كيقول لك انه راه فلان دوافك ولا فلان قال لك، ولا شي هذاك اللي كيقول لك فلان قال لي قال فك راه هو كتلقاه حتى هو كيقول ما تسوقوش. حيت بنادم كيبغي غيجبد لك لان باشات ملي كيشوفوك انت. انا دابا كيشوفوني اخويا بعدت على الطريق ودرت رد الاعتبار وبارطاجيت مع الدراري، درت رد الاعتبار الحمد لله وعطوني حسن السيره ديالي وما بقاش كانت كتخرج لي هذيك الورقه من عند البوليس انني ضارب الحبس. وهادي دابا مني ضربت واحد الخمس سنين على برا، خاصك تضرب خمس سنين الماكسيمو، كتضرب خمس سنين ولا كتضرب ثلاث سنين، المهم كتضرب واحد المده وكتمشي. هذه رساله موجهه للداري اللي ضاربين الحبس وكيقول لك لا راه ما كاينش رد الاعتبار وخاصك فلوس وخاصك محامي. لا حتى ولا دايرها لك فابور، كتمشي كضرب واحد المده على برا، خاصك تكون بوم بواحد ماكسيمو لا كاع نديرو حنا خمس سنين، حيت هي الماكسيمو خمس سنين، تكون بوم بها في السيفين ما داير والو. هذيك 48 وداك الشيء ماشي مشكل، ولكن تكون ان ما تحكمتيش من وراها ولا تنفذ عليك شي حكم. وكتمشي الا كان عندك مناشف ابتدائيه ومناشف جنايات، كتمشي للمحكمه كتجمع الوريقات ديال الابتدائيه وكتجمع الوريقات ديال الجنايات، كيعطيوك كتمشي كتجيب لاكلاسات ديالك على شوف انت على حسب فين ضربتي الحبس، واش ضربتي في بلادك وهزوك ترونسفير وضربتي في بلاد اخرين. المهم كتجمع هذوك الوريقات كاملاش اخوتي 3 شهور 4 شهور كتجمع هذوك الوريقات، تجمع حسن السيره ديالك العيبات كتدفعهم للمحكمه، كيشوفوك شحال انت ضارب بعد على برا. انا لقوني دار من 2018 اخوتي، ما بقيتش رجعت للحبس، تخيل ماشي خوفا او حيت اخوتي. دابا تخيل معايا انا غنعطيك واحد الفكره وفهمني فهمني، انا بغيت تفهم. دابا تخيل معايا انا ما عندك حتى درهم وفي السيفيل كدور، انا جيبك خاوي زيرو درهم وكدور فيما عجبك، تمشي للبحر، احنا في البحر، تقدر تمشي للمدينه، تقدر تدور، المهم انت كتشم الهواء. او لانك ما عندك حتى درهم وحابسينك شادينك. دابا تخيل معايا خوتي ولا كيقول لك الحبس راه كيمشي واكن زيارو، الحبس كيبقى حبس، الحبس كتبقى واحد النمره انت من الارقام، وراه اللي ضارب الحبس وعارف هو اللي غادي يدخل معاه هاد الهضره. راه اي واحد راه كتجبد القمل من حوايجك اخوتي، راه مين كذب عليك كذاب، واخا يكون عندك رولو باياس ما عرفت شنو هو، راه كنا كنعسو في باياسات وكتجبد القمل، راه بنادم ما غيوصلش لك هذا الميساج هذا. والدراري اللي انا غننصحكم به، تبعوا شي محتوى زوين وبعدوا من شنو نعاشر دريه في هذا الوقت، قسما بالله شنو نعاشر دريه من عاشر دري، كاينين دراري ولكن عمر شوف عمر الدري غيبغي صاحبه الخير، حيت صاحبك ما كاينين شي صحاب زوينين، ولكن انا شي صحاب كانوا كيبانوا لي زوينين، وفاش بنت ليهم انني بديت باغي نبدل حياتي وصافي وغادي في واحد الطريق زوينه، كلشي قلب عليا، كلشي ولا كيدوي فيا، كلشي ولا باغي ليا باغي يجبدني باي وسيله، ولكن عاشرت راسي. شتي الا ما لقيتيش من تعاشر، عاشر راسك دوي مع راسك، شتي هذاك اللي كيدوي مع راسو بعد ما تريح وتبدا تدوي مع راسك بدا تشوف انت، ريح وحط حط الامر الواقع قدامك وشوف انا الطريق اللي غادي فيها، بالخصوص الدراري اللي والديهم مقوده عليهم بهذا المنهج، بهذا الشيء اللي والديهم مقوده عليهم ما عندهم. شوف اخويا ما تعاندش واحد عنده، هذاك راه والديه الله يسهل عليهم ربي عطاه، ولكن ما تعاندوش
اولا شي واحد مثلا بحالي انايا، انا كنت كنقول لدار والله يسمح لي من الوالدين اللي رباوني، الله يسمح لي منهم، الله يطول لي في عمرهم تهلاو فيا. عمرك تقول ان الوالدين ربوك تتبدا عليهم، علاش ربيتوني وعلاش درتو ليا وعلاش انا ربيتوني مني ما عندكمش؟ لا، هادوك راه ولدوك وطلقوا، هادو راه ولدوك وربوك صاحبي، بنادم راه رباك تقاتل عليك، ماشي تقول ان فلان والدي عدو. شوف خويا الا ما داروهاش لك والديك غنديرها انا، صافي والدي ما عندهمش انا نبني حياتي. شتي ربي ملي كيشوفك انت غادي غتبني حياتك وغتبني واحد المستقبل ديالك زوين وغتم غادي في واحد الطريق زينه، ربي كيسهل، ما كتعرف الخير منين كيجيك. انا جربت يا خوتي مني بديت كنصلح اموري بعد واحد الامور مع الله واموري مع والديا، ودابا باقيين كنديروا شي حوايج خايبين من الله يعفو علينا. راه تشوف تشعيا راه بعض المرات كتفرقع اخويا. واش انا راه كنت كنبرد اخويا في اللحم والضرابي داروا لي واحد، باش تعرفوا الدراري اللي مضروب. شوف انا الضرابي بعد المرات ما كنهبطش للبحر، حيت الا هبط للبحر كلشي كيبقى حاضين. شي وحدين تانسبيراو من داك الفيلم ديال كاطورزا، هذا كان فيلم اخويا، صعب لك فيلم الوشام الضرابي انه داك الواقع راه هو اللي راه ما عايشوش بنادم اصاحبي، راه اللي دار براسو هادي اللي كيبان لك فرحان هذاك راه بارد القلب. باش تعرف انا نقولها لي من هنا، الشيء اللي بان لك دخل خرج الحبس، دخل خرج الحبس وفرحان وانني تنضرب الحبس شنو هو الحبس اصاحبي؟ شنو هو ان وصلتي لواحد الحاجه انك ضربتي الحبس؟ راه غتوصل لواحد، انا دابا عندي 26 عام في عمري، انا دابا 26 عام وندمت لان لدرجه انه الضرابي حالتي راه كامله باش تعرفوا. انا نوريكم الحاله ديالي باش تعرف، ولكن راه كنتريلي دخلت لاصال وظهري حتى هو باش تعرف. هاد الحاله اخويا راه ما غتنفعك بوالو، هاد الحاله هادي شتي بحال هكا، هاد الحاله هادي اخويا واللي دار براسو وكيبان لي بحال هكا راه البحر ما كنقدش نهبط ليه. البحر بعد ما راه كنجي كنهبط بوحدي حتى ما كيكونوش الناس، اللي كيبان لك بحال هكا دار براسو فرحان هذاك بارد القلب. وعمرك تانسبيرا من شي واحد دار براسو، ديما نشوف الحوايج الزوينه، حيت تما كيما انت كتبغي دريه باغيها زوينه ونقيه وبوغوسا وباغيها ماريا كلارا ولا ما عرفت حتى هي باغاك انطونيو سيزار، راه ما باغاكش اخويا كتكون كتكميو ومبليو وكدير الحشيش وقرقو بفمك خانز بالبليه، حتى هي راه باغاك كتريني، باغاك تكون بخير، باغاك بصحتك. وهذوك الدريات لانه بنادم تيبان لك تبان لي دريه كيقول انا ندي معايا القهوه، ولا داك اللي كيدي صاحبته القهوه ولا دي مرته القهوه ولا ما عرفت شناهو. المهم خوتي توني راه باقي جديد، باقي بتيكيت واخا انا عز عليا نخلي حوايج بحال هكا كنصبنهمش، نقدر فهمتي نبدل حوايج مع واحد ولا نبيع فهمتي ونعاود نشري حاجه اخرى. ما علينا، هذاك اللي كيبان لك غادي في الطريق، حيت انا الضرابي خوتي داروا لي واحد العرقله في حياتي بزاف، لدرجه اني انا كتكون جاي دريه من هاد الطريق وانا غادي بحال هكا، انا مع راسي كنقول الا دزت من حداها غادي تصحابني غير غنشفر، قسما بالله حتى كنقلب الطريق لدرجه انني وليت ما كنقدش كاع فهمتي نتونكاجي مع بنادم ولا لغه الحوار مع بنادم، ولا انك تم غادي خارج المدينه وتضحك مع العشران وتلبس نص كومودي، حيت انا ما كنخرجش كندير ندادر وكنلقى كنلاحظ ان بنادم كيشوف فيه فهمتي، حيت كيشوف فيك كاين اللي كيشوفك كيقول الله يعفو عليه، قدر يكون عنده شي واحد في عائلته بحال هكا، كاين اللي كيشوفك واحد النظره خايبه. المهم من البلاصه هذه كنقول للناس انا راه الدنيا حجر وطوب، فيها الخايب وفيها الزوين، راه شحال من واحد كيبان لك نقي وزوين وهادي ولكن في قلبه فيه الخديع، وشحال من واحد كيبان لك مضروب وهادي. انا راه بردتها في راسي، نقدر ما نضربش بنادم ونضرب راسي، وانا دابا حاليا شحال من واحد كيبغي يتضارب معايا ولا كيبغي يجود معايا صداع، ما كنسمح في حقي، ماشي خوف انك تسمح في حقك صافي راه كعكعك، كيجيو عندك الدراري يقول لك لا خاصك تمشي تضربو. انا كيقولوا لي الدراري شحال من طايف، انا فيا شي طايفات السلامه دوزتهم، شحال من واقعه كتوقع لي مؤخرا يقولوا لي لا سير ضرب، ما نضربوش اخويا، علاش غنضربو انايا؟ غتولي انت ضاربو ولا هو ضاربك، بجوجكم شكون بجوجكم خاسرين، يا انت يا هو، يا تمشيو للحبس
يا الوالدين غيبداو يفاريو. انا وليت دابا كنسمح في حقي، اللي كيسمح في حقه راه ماشي خوف، لا هذيك راه رجوله. يحك عليك يحك عليك، اللي غنصح به انك ما تمزكوش باش تقهر عدوك، انك واخا تكون عندي غير لبس. انا كانت عندي اخوتي دوس في هاد الوقيشه اللي كان صوفا رد الاعتبار وباقي ما درتش هاد الكونت، قسما بالله اللي دوس النهار اخوتي غير ب 100 درهم 100 درهم. بعض المرات ما عنديش درهم، ولكن راه فيه ما يمشي، راه نمشي ندير اي لعبه راه ما تخفاش علينا. ولكن لا، انا مع راسي كنقول مصطفى راه مازال غتزيد. والوالده اللي مربياني يعني امين الله يخليها ليا كتصبر فيا، كتقول لي صبر هادي رد الاعتبار ما خلينا ما درنا، فهمتي؟ ولكن بقيت شويه بشويه تباعدت على كل شيء، ومن نهار درت رد الاعتبار الحمد لله بدات بحال قلتي تحلت لي عيني، وبديت كنبعد على الصداع، وباقي كنخرج بالليل بعد المرات ونتعطل. ولكن راه اش غنقول لك غير هو الا خرجتي عرف مع من تخرج، ولا عاشرتي عرف مع من تعاشر. انا نقدر نعاشر دريه من عاشر در، حيت بعض المرات كتلقى الخير في دريه ما تلقاش في عشيره، فهمتيني؟ وبقيت غادي بشويه بشويه، وانا درت التيك توك باغي نوصل لشي حوايج، وعندي انا كنعرف نجسد الاغاني، وباغي ندير شي فيديو كليب من هذا المنبر مع ام سي كريزي. باب العشره تسد ضرب المليون، ها هو فيديو ديالي ضرب المليون ديال باب العشره تسد. خوتنا راهم باينين ولا سلوك علينا، قول لهم ولينا خايبين. ها هو ضرب المليون هذا، شحال ضارب؟ ضارب مليون. ها هو قرب لي كاميرا، ضارب مليون. هذا درتو في بيت حق الرب، ما علينا. وبغيت شويه انا تعرضوا عليا انني نوشم وندرك هادشي، ما بغيتش نزيد الذنب على الذنب. انا يسهل عليا الله حيد الضرابي، واخا يتنقصوا غير شويه، حتى ما تنقصوش نصح بنادم انه يلبس لكم. وليت داخل لاصال تنتريني، كنكمي انا كنكمي. ها هو داخل سيشي كلاب الحمد لله، ها هي ديال سيشي كلاب لاكارت لونطريمون. ها اللي في راسي واللي ننصح به، ان بغيت نقولها لك شي، واخا تكون عندك غير لبسه وحده صبنها وعاود لبسها. خرج كيقول لك واحد المثال، خرج على عدوك مكسي وجيعان ما تخرج عليه شبعان وعريان، حيت بنادم كيشوف المنظر، حيت ملي كيشوفك نقي ولابس هذيك الشيء باش غتقتلو. شي واخا يبقى يحك عليك يورك عليك، انا هذا الشيء راه كنعيشو في الواقع الخوت، انا باش نوصل لكم كنعيش هذا الشيء في الواقع. راه شحال من واحد دابا كيحك عليا وكينكنك عليا وكيبداو ما بيني وبين والو، ما كنعرفو ما كيعرفني، كيتجمعني مع هاد دربنا ولادي، كيبدا عليا ولا التيك توك هادي المرض هادي. والله ما كنتسوقو، الحاجه الوحيده اللي انا كندير ان مهلي في راسي وكن تنخرج، كنبقاش دابا في دربنا حاليا، ما كنبقاش في دربنا كنخرج كنديع، حيت الا بقيتي في دربكم وداك لونتوراج اللي انك فيه انت فيه. وكنحاول انني يا ربي تسهل عليا، او سهل عليا الله الحمد لله باسبور خرج ليا، يا ربي تسهل عليا نمشي ولاد البلاد هادي. هاي هاي فين ضاربه، هاي هذا منك صغير، هاي ان شاء الله. ما الحياه حياه وفرص، لا شونس، حيت منك تجيك لا شونس خاصك تستغلها. ما تعرف الدنيا هادي راه شحال من واحد، راه سيدنا يوسف عليه الصلاه والسلام راه ضرب الحبس، وفي الاخر ولا هو الوالي ديال المدينه كامله، ديال مصر كامله. وشو سبحان الله العظيم، انك يعطيك ربي واحد الفكره، ان اللي نوصي انك ضربتي الحبس اخويا صافي، ما تبقاش تضرب راسك بارك. علاش غتضرب راسك؟ علاش دابا دخلنا عليك؟ بالله انا تنضرب راسي، راه تنضرب راسي، انا مجنون، انا اصلا مريض فهمتي، مجنون في موالي. ما علينا، علاش غنضرب راسي؟ واش نضرب راسي باش نعجب انا دريه صاحبي؟ واش انا ديك الدريه اللي غنعجبها؟ واش دريه كتكمي وكتقرقب دريه؟ وتحياتي للدريات بنات بلادي، انا كنكبر بنات بلادي. دريه اللي كتقرقب وكتكمي دريه صاحبي، انا ماشي دريه والله يعفو عليها. انا ماشي انا دري، نمشي نلصق انا وصاحبتي، نمشيو ناكلوا اللصقه، نمشيو نضربوا حبه، نضربوا قرعه، نمشيو نخرج. شي ما خدامش اصاحبي، ما خدامش، حيت كنشوف الدراري والله تيضيعوا، الشباب كيضيع، شي دراري صغار كيضيعوا. واللي كنصح بيه حتى من شي روابا وصلوا شي ميساجات للدراري زوينين، راه شي روابا يلاه بانوا في هاد كورونا بلا ما نبدا نسميهم، ولاو كيخرجوا لينا على الدراري، ولا الدري ولا، وحتى الوالدين. ولا تقلب ولدك
لولدك نجح اي تليفون نقلب ليه جوجل ناس كيتفاش كيتفرج يوتيوب ولدي لاش كيتمزك ولدي اين افلام كيتفرج فيهم بحال دوك افلام القصير اصاحبي راه ولاد الدراري صغير كتلقاه صغير كدوي معاه كيخرج فيك عينيه كيولي يهضر معاك بهضره ديال المواقع شي هضره ديال افلام قصيره يعني الولد كيتانسبيرا من الاغاني وشي والدين نصحهم من هذا المنبر انا ولدي ماشي تقول ولدي صافي شاد تليفون راه صافي ما خرجش للزنقه راه بارك في الدار لا تقدر انت تحبسه في الدار وعطيه التليفون هذاك العالم اللي غيعيشوا في الزنقه غيعيشوا في التليفون وفي الدار راه بالواقع عادي تعطيه التليفون راه غيعيش هذاك الشيء في التي يعني نحاول نشوف ولدي ونصاحب ولدي والدراري تهلاو في ريوسكم طاساو سير شوف شحال تلقى راجل نوريك شي رجال كبار تلقى عنده 60 عام 70 عام كنعرفو كيتريني وما تعطيهاش فيه وتلقاني انا نوقف حدا واحد هذا نبان انا اكبر منه هو يبان صغر مني وانا اكبر منه واخا نكون انا صغر منه علاش البليه البليه كتخلي النمو ديالك اخويا ناشف بالاخص الزطله تاعي هي الزطله كتخلي تفكيرك انك تقول ان غنصاوب هاد السيروت كتكمي جوان كتقول صافي شي الغدا ونصاوبو صافي خليها حتى الغدا وبقيتي اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا عام داز عامين داز ثلاث سنين داز كتلقى الدراري غير من وراك وكيسهل عليهم الله الدراري غير من وراك وكيوصلوا الله يسهل عليهم ولكن لا الدراري هادوك راه بنادم راه فكر راه بعد على بليتو وشوف بنادم كاين اللي ما بليش غادي نتبع واحد ولكن انت ماشي تقول انا لا اليوم يعفو عليا لا غدا نبدا لا من دابا ندير لها بقرة ونطوي الصفحه ونبعد عشان انا بعد مرات اخويا انا في الدار ما كنكميش عشان البلاصه اللي ما كاينش تكون فيها الكار وادي راه ما نكميش والله لا كميش ولكن ملي كنخرج برا بعض المرات كنكمي كتتكمي الله يعفو وبعد المرات تنبعد راه كتبعد راه ما تزاديناش اخوتي كنكمي راه ما تقولش لي ان لا من قد نقطع البلية ان انا ترقبتي قد كميتي قد شحال من واحد شربتي قد شحال من واحد انا الا جيت نعود لك راه فلوسي مشات بليا واحد الايامات فلوسي كنت نجيبها حلال ونضربها حرام قسما بالله الا كنت خدام اخويا نجيبها حلال نجيب فلوس حلال حلال حنا ضارب عليهم تامير صاحبي وكنضربهم في الحرام ولكن لا حيت انا اللي درت الراس انا اللي بغيت نمشي نحط هذوك الفلوس في الحرام ولكن الى فقت وعيت وعقلي حليته وفكرت فهمتي حيت كاينه الطاقه ديال الكون حيت ملي كتفكر بالزوين كتفكر زوين كيجيك الزوين كتفكر بالخيب كيجيك الخيب سيدي ربي راه قالنا في واحد الايه قال وان ياتيكم سيئه فهي من اعمالكم وان من عند ياتيكم الخير وهو من عند الله يعني هذيك الحاجه الخايبه راه ربي راه ما كيعطيناش تقول ولا مكتابه صافي كتابش عليا ضربت ولا دخلت الحبس ربي لا ما كتبهاش عليك ربي عمرو كتب عليك حاجه خايبه ربي كيعطيك الحاجه الزوينه شي ملي كتكون ايجابي في الحياه كتفكر ايجابي ديما كتفكر انه راه باقي الحياه وباقي ربي يعطيني وباقي ندير وندير قسما بالله راه ربي كيعطيك ولكن ملي كتكون سلبي كتكون ود الفكره انك يقول لك عقلك صافي درتي صافي الفينيش الفينال راه كيبقى كيجرك الشيطان للظلمات وكتبقى غادي غير في الظلمات وعام كيدوز وعامين كدوز والعمر كيدوز وتقدر تشوف اخرتك كي كتكون المهم انا بعد الناس اللي يحبوني كاينين الناس في التيك توك مهم غيدخلوا راه يعرفوا كاينه لمياء الالمان نونا البحرين كاين خويا ايوب خويا عيسى الالمان شوايا خوتي في السباليون شي ناس حبوني خارج البلاد والله تكرت تهلاو في راسكم وتحياتي لكم ومن عند خوكم مصطفى.